حياكم الله مشاهدينا الأكارم، أرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عن قرب. أهلا بكم. قست القلوب فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة كما وصفت في القرآن، بل من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار. ألم تتفجر في قلوبهم ذرة رحمة لشخص بمفرده يواجه 5 أشخاص وسادسهم صاحب المحل؟ بأي ذنب عذب وقتل؟ ما إن انتهت مشاهدينا الأكارم الجولة الأولى من العذاب حتى تجمعوا على مأدبة الإجرام في مشهد سيشهد به الأولون، ثم يتبعهم الآخرون بجرم فاق الوصف، وسيتذكرون جريمة بدأت تفاصيلها من الساعة 5 عصرا حتى 9 مساء. أغلقوا الأبواب وكتموا الأصوات ظنا منهم أن سقف الغرفة سيخفي ما عملوه، ولكن إرادة الله كشفت الستر وكسرت الغطاء لتظهر للجميع الحقائق، ويهب الناس للشوارع مطالبين فقط بالقصاص لعبد الله الأغبري. نبحث عن تفاصيل هذه القضية مع ضيوفي الأكارم بعد أن نذهب لمتابعة هذا التقرير. والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين، هكذا قال الخليفة الراشد عمر. وبهذا المطلب صدحت حناجر المتظاهرين ألما وقهرا على مقتل الشاب عبد الله الأغبري على يد وحوش بشرية بطريقة بشعة، ولولا عناية الله لكانت القضية طي الملفات، ولأن لكل جريمة خيطا يقود إلى مرتكبيها، وعلى قاعدة كتاب الله الذي تقول وبشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين، شاء الله أن تخرج للعلن. وأدلوا باعترافات جميع المتهمين 5 اللي تم ضبطهم أنهم قاموا بتعذيبه، تناوبوا على تعذيبه بالضرب، في الضرب بواسطة الأيدي، ضربه في رأسه وفي وجهه بواسطة الأيدي، وضربه بواسطة أدوات تعذيب، أسلاك كهربائية وتوصيلات، والتعذيب يعني بأشكال مختلفة. طبعا كان ضربه من 5:30 وحتى 9 مساء. الإعلام التابع لوزارة داخلية صنعاء خرج بهذه التصريحات التي تفيد بأن القضية حاليا بيد القضاء صاحب الفصل الأول والأخير. وفي المقابل خرج الشارع اليمني في وحدة حقيقية لا سياسية في مطالبها، فالكل مندد بمقتل المجني عليه عبد الله الأغبري ومطالبا بتنفيذ عدالة السماء في قاتليه. المظاهرة في صنعاء جابت الشوارع واتجهت صوب وزارة العدل حاملة لافتات وصورا للضحية الذي قضى نحبه في أحد أبشع الجرائم المصورة في تاريخ اليمن. نطالب أولا وأخيرا من السلطات بكشف بقية الجريمة والمحاكمة السريعة بالقصاص. ابن حيفان تعز خرجت لأجله تظاهرة أخرى في مسقط رأسه، طالب ذووه وأقرباؤه وأبناء منطقته باتخاذ العدالة أقسى العقوبات في قاتليه. وبالنظر إلى الجريمة نجد أن الحرب في اليمن هي المتسبب الأول والأخير في زيادة الحدة والبشاعة غير المعهودة على شعب الإيمان والحكمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، دعوني أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد الأغبري من أقارب الشهيد عبد الله الأغبري. أستاذ أحمد مرحبا بك. نعم سيد أحمد هل تسمعني؟ نعم مرحبا بك، أرحب بك إلى هذه المساحة من الحوار، ونظرا لقربك أو للقرابة التي تربطك بالشهيد، تحدثنا طبعا عن الأسباب، عن الدوافع. حقيقة كثير من الناس يعني يتعجبون من كمية هذا الجرم وكمية هذا التعذيب والتلذذ بتعذيب هذا الشخص. عرفنا عن الأسباب والدوافع التي وصلت لكم، التي بموجبها قاموا بمثل هذا العذاب بحق الشهيد، وعرفنا طبعا على تفاصيل عن حياة الشهيد الأغبري. في البداية أستاذ الكريم، المجني عليه عبد الله الأغبري هو شاب سالم لطيف ودود جدا، يعني بيئة كروية، لم يغادر مدينة تعز مطلقا،
فعندما ذهب إلى العاصمة صنعاء مكث فيها 6 أيام، وكان يعمل في أحد محلات الموبايلات التابعة للسباعي. هو رجل متدين بالفطرة وبيئة كروية، وجد هناك يعني تلاعب وابتزازات وبعض الأشياء، فحذر منهم وبدأ يعني يلفت أنظار الناس إلى أن هناك مؤامرة أو هناك أشياء غريبة، فخافوا أن ينتشر سرهم وخافوا أن تكون فضيحتهم، فقتلوه وعذبوه بتلك الطريقة الوحشية. يا أخي الكريم، لو تلاحظ الغرفة هي عبارة عن مقيل صغير في محل، يعني بالعقل والمنطق كيف يتم في هذه الغرفة الصغيرة تركيب كاميرات، مع أنك لو ذهبت إلى بيوت الضباط والمسؤولين والوزراء والنواب أو حتى رئاسة الجمهورية أو الملوك أو أي شيء لا تجد كاميرات في هذه الغرفة. برأيك ما هي الأسباب؟ نعم سأخبرك أستاذ الكريم، كانت هذه الغرفة عبارة عن مافيا وابتزازات وغصابات، فالأسباب أنهم خافوا أن ينكشف سرهم فقاموا بتلك الطريقة الوحشية، لأنها هي عبارة عن مافيا متبردة من كل القيم والإنسانية والأخلاق وكل شيء، بدليل أنهم يعني لم يرعون إذن ولا ذمة، يعني يأكلون والرجل أمامهم ميت، يعني يتناوبون على ضربه. هذه دائما نفعلها اليهود في حق الفلسطينيين. نعم أستاذ أحمد، إذا سمحت لي يعني عبد الله، يعني كم هي الفترة أو الأيام التي عملها معهم حتى اكتشفها مثل هذه التفاصيل؟ 6 أيام يا أستاذ الكريم، الفترة التي عمل فيها هي 6 أيام ثم تم التخلص منه. طبعا وفاته كانت في 26 أغسطس من العام 2020، لكن الفيديوهات والأحداث ظهرت في تاريخ 10 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من الجريمة. طبعا كما أخبرتك يا أستاذ الكريم، الكاميرا التي نصروها من أجل ابتزاز الناس كانت هي الأداة التي فضحتهم، فكأن الله يعني اصطفى عبد الله لكي يفضح أسرار وملابسات قضايا كثيرة. طبعا هناك شبكة كبيرة متورطة، لكن إلى الآن الظاهر في الصورة هي 5 أشخاص الذين تناوبوا على ضربه والذين الآن هم في السجن، وتم ضبطهم مبدئيا عندما ذهبوا به إلى مستشفى يونيماكس، ضبطهم ضابط البحث وتم التحفظ عليهم وتم تسليمهم إلى إدارة الأمن. طيب بالنسبة لعبد الله، عندما اكتشف مثل هذه الأشياء مع من تحدث، خصوصا أننا نرى بأن وسائل التواصل الاجتماعي بثت لمحادثات لا ندري ما صحتها بينه وبين أحد الأشخاص؟ يا أستاذ الكريم، حتى نكون منصفين، لا توجد محادثات ولا شيء، هي قد تكون من التزويرات التي يعني يلفقها رواد السوشيال ميديا، لكن أنا أخبرك أن هناك كانت تسريبات، لكن إلى من ومن الذي اطلع عليها هذا اللغز الذي إلى الآن لم أستطع معرفته، ولكن يعني عرف بالمنطق والعقل وشهادات الناس التي ظهرت فيما بعد أن هذا المكان كان عبارة عن وسط ومافيا بدليل تركيب الكاميرا. يا أستاذ الكريم، نحن عرفناها بالعقل والمنطق والقياس الحقيقي، لماذا يتم نصب كاميرا في غرفة مقيل؟ هنا اعترفت بنات ونساء وأشخاص تعرضوا لمثل هذه، بدليل الآن في مواقع السوشيال ميديا تظهر هناك أشياء وخفايا لمافيا وعصابات كبيرة جدا، لكن الذين ظهروا بالواجهة ولولا الله ثم الضغط الشعبي والرأي العام الذي أثار القضية كانت تسمية على القضية، لكن الضغط الشعبي الذي ورث إحياء القضية كلما حاولوا أن يخفوها كلما زاد الضغط الشعبي، بدليل اليوم مظاهرات شعبية عارمة في العاصمة صنعاء تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد عبد الله الغبري. في البداية كانت هناك واسطات واحتواءات ومبالغ مالية وترقيات، لكن رفضوا قتلة الشهيد عبد الله الغبري وقالوها بالحرف الواحد، القضية ليست قضية أسرية بل هي قضية شعب كامل من المغرب. طيب يعني سنتحدث أستاذ أحمد عن هذه الواسطات وعن هذه المبالغ التي يعني أجاد بها بعض الناس لإخفاء مثل هذه القضية، ولكن عندما حدثت هذه الحادثة وحدثت كما تحدث أنت في 26 من الشهر الماضي، يعني بعد أن حدثت هذه الحادثة للأخ عبد الله رحمه الله، كيف وصلكم الخبر؟ يعني ما الذي قيل لكم؟ مبدئيا يا أستاذ الكريم وصلنا أنه تم قتله فقط، ولم يكن على اطلاع وعلى علم في ملابسات الجريمة، لكن إصرار الأسرة على متابعة حيثية الجريمة والتحفظ على الجناة والمتابعة المستمرة
كان وشكل هناك ضغط يعني على 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 المستشفى وعلى ضابط البحث وعلى الجناة. لكن بعد أن تسربت الفيديوهات يعني عندما رأيناها يعني استغربنا واندهلنا مثل الشعب اليمني الذي استنكر هذه الواقعة الإجرامية التي لا تمثل العقل ولا للدين ولا للأخلاق. فكانت ردة الفعل يعني خادمة قوية جدا. لم نكن على علم في البداية بما حصل، كنا نظن أنه قتل يعني في خلاف أو شبه عمد أو أي شيء. طب وصلكم يعني ما لجأت إليه هذه العصابة كما تحدث بأنه انتحر لأنهم وكانوا يريدون أن يقوموا بعمل تقرير انتحار كما تحدثوا في البداية قبل أن يعترفوا بتفاصيل الجريمة؟ هو كانت هناك محاولات لتمييع القضية وذهبوا به إلى مستشفى يونيماك. يعني لو لاحظت المحل في جولة القيادة وذهبوا به إلى مستشفى يونيماك في مكان بعيد، وعلى الطريق يمر عبرهم 3 أو 4 مستشفيات. لماذا هذا المستشفى بالذات؟ يا أستاذ الكريم يقال والله أعلم وأنهم حاولوا يعني رشوة بعض الموظفين هناك، لكن هناك ضمير حي في كل مكان، هناك ضمير حي. ضابط البحث الجنائي رفض أن يمرر التقرير وتحفظ على الجناة عندما رأى من أشكالهم، ومباشرة تم التحفظ عليهم وإلقاء القبض عليهم. حتى المستشفى نفسه بسبب الأمانة والإنصاف لم يكتب التقرير. كان هناك محاولات يعني تمييع القضية، لكن هناك ضمير حي رفض، وهو ضابط البحث الجنائي رفض أن تمرر القضية وتحفظ عليهم. ثم استمر الضغط الشعبي والضغط الأسري، فظهرت لنا التسريبات الفيديوهات التي انتهل العالم كلها هدنا فيها مسرة الشهيد الأغبري. ثم يعني لما رأينا هذا رفضنا الواسطات ورفضنا الإغراءات وطالبنا. بالنسبة للواسطات، هل كان هناك مشائخ كما تحدث الكثيرون بأن كان يحاولون طبعا تغطية الجرم، أم أن هناك امتداد لهذه العصابة حاولت تمييعها وحاولت طبعا رشوة، أو لو تحدثنا عن صح التعبير يعني دفع الدية لأهل المجني عليه ومن ثم السكوت عن القضية؟ يا أستاذ الكريم، كما هو العادة من بعض المجرمين أو القتلة أن يكون له ظهر، فعندما يعني تم قتله بتلك الطريقة البشعة كانت هناك يعني وصافات مشايخ كبار استغلوا ظروف ووضع أسرة الشهيد الأغبري وظروفهم المادية، فحاولوا أن يعطوا مبالغ مالية ضخمة وترقيات ووعود بمناصب من أجل أن يسيل اللعاب. لكن يا أستاذ الكريم، تلك الجريمة البشعة والله لو دفعوا كنوز الأرض ما قبلناها، لأنها ليست قضيتنا فقط، بل هي قضية كل ضمير حي وكل الشعب اليمني، من المهرة إلى صعدة ومن الحديدة إلى عدن. لم يعد الأمر الآن أشد العقوبات تعزيرا وقصاصا، وقبلها معرفة ملابسات وخنوط الجريمة كاملة. لأنه يا أستاذ الكريم لو مرت هذه القضية مرور الكرام فستمر ما بعدها قضايا كثيرة. الشيء الثاني، أحب أن أوجه رسالة إلى أولياء الأمور وإلى الآباء، عندما تذهب ابنتك لإصلاح موبايلها حتى لو تسرب الصورة، حتى لو تسرب مقطع فيديو لها بفعل فاعل أنه استعاد كل شيء، حاول أن تحتوي ابنتك، حاول أن تحتوي أختك زوجتك، لا تحاول أن تكون لها ضد فتجعلها ترضخ لاتجاه المبتزين ويصير ما صار. عبد الله الأغبري ضحى بحياته من أجل الناس، وهو الشرارة الأولى التي ستصلح ما أفسدت الحرب. يا سيدي الكريم، يجب على كل ولي أمر وعلى كل أب أن يحتوي ابنته وأن يعطيها الثقة الكاملة حتى لو تسرب. احتويها أنت ولا أن يحتويها ذلك المبتز والمغتصب والذي سيورث فيما بعد عصابات كبيرة كما هو الحاصل الآن. هناك عصابات ماسية إسلامية. طيب هل ما زالت هذه الوساطات والمبالغ تدفع إلى الآن يعني بعد أن صارت هذه القضية قضية رائعة؟ الآن هناك وساطات لكن رفضت، واليوم تم تشكيل الفريق للمرافعة عن قضية الشهيد الأغبري، وفي الأيام القريبة ستتم المحاكمة. الوساطة مرفوضة من الأسرة ومرفوضة من الشعب ومرفوضة من كل ضمير حي، لأنه لو مرت هذه القضية فستمر ما هو أبشع منها. فمثل هذه القضية لم تحصل في القرن 21 مطلقا. نعم. فأنا أقول لك وأنا مسؤول عن كلامي،
كل الواسطات مرفوضة مرفوضة مرفوضة. طيب أستاذ أحمد، أين هي جثة عبد الله الآن؟ في ثلاجة المستشفى. يعني في نفس المستشفى الذي ذهبوا إليه. وإن شاء الله ستكون هناك جنازة شعبية يشيعها جميع أبناء اليمن، وسيكون الشهيد الرامز عبد الله الأغبري رمز الحرية والكرامة إن شاء الله. لأنه كانت هناك أيضا تسريبات للصورة يقال أنها للشهيد، ومعظم الناس قالوا أنه لا توجد شبه بينه وبين المجني عليه. يا أستاذ الكريم، أقولها وبالعامية، هناك ناس قوة الشهرة سيسربون محادثات، سيسربون صور، سيسربون كل شيء من أجل الشهرة، وكأنهم المعنيين بأسرة الشهيد الأغبري. إلى الآن أنا أؤكد لك، الجثة لا زالت في ثلاجة المستشفى. نعم. ولا وجود لأي شيء آخر. طيب ما هو موقف القبيلة؟ يعني نعرف آل الأغبري قبيلة كبيرة موجودة في تعز، ما هو موقفها الآن؟ هو موقفها من موقف الشعب القصاص ولا غير، لأن كما أخبرتك في القضية الآن ليست قضية قبيلة ولا قضية أسرة ولا قضية عائلة ولا قضية محافظة أو منطقة. القضية قضية كل ضمير حي، وقضية اليمنيين كافة من المهرة إلى صعدة ومن حديدة إلى حضرموت. طيب كيف رأيت أستاذ أحمد للاعترافات التي بثت قبل يوم أو البارحة؟ يا أستاذ الكريم، الاعترافات يعني هي كأنها محاولة لتنميع القضية. يعني عندما يقول لك أنا ضربته وحاولنا أن نضربه، وكأنه يريد أن يقول نحن ضربناه الضرب غير المؤدي إلى الوفاة. وهنا العقوبة في القانون اليمني، الضرب غير المؤدي إلى الوفاة هي المغلظة والسجن لسنوات، لكن الضرب المتعمد المؤدي إلى الوفاة عقوبة الإعدام والتعزير قصاصا. هناك في الاعترافات أشياء كثيرة غامضة، لكن ما يهمنا ويهم الشعب اليمني هو تنفيذ العدالة. طيب وكان في هناك سؤال سيد أحمد، يعني المجني عليه عندما ضرب هذه الفترة الطويلة، وعندما قاموا بقتله طبعا بعد هذه الساعات الطويلة، هل وصل إلى المستشفى يعني على قيد الحياة أم وصل متوفيه؟ والله يا أستاذ الكريم، هذا يعني من الأشياء التي يعني يجعل الحليم فيها حيران. هل وصل إلى المستشفى حيا؟ هو طبعا وصل إلى المستشفى يعني، ولا زال هناك عروق تنبض، لكن إرادة الله كانت فوق كل شيء، أرادت أن تفضحهم وتفضح جميع أعمالهم الإجرامية. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الأغبري على كل هذه التفصيلات، شكرا جزيلا لك. أرحب بالحقوقية أروى الشميري. أهلا أستاذ أروى. أستاذ أروى هل تسمعيني؟ أسمعك لكن الصوت غير واضح يعني. طيب يعني كما تابع الناس أجمع هذه المرحلة الطويلة من التعذيب، هذه الوحشية التي لم نرى لها مثيل، برأيك كما ذهب جميع المراقبون أو الكثيرون طبعا بأنها هي ليست الجريمة الأولى نظرا للتلذذ لتعذيب هذه الضحية، هل تذهبين مع هذا القول؟ من الواضح أن الأشخاص الذين قاموا بتعذيب عبد الله الأغبري لهم توابع. طريقة تعذيبهم للأخ المرحوم عبد الله الأغبري كانت مخيفة جدا ومرعبة، أسلوب منعدم الضمير، لا يوجد لديهم ضمير إنساني بالمطلق، أسلوب مخيف جدا. يعني ما حدث مع عبد الله الأغبري يبدو أنه قد حدث سابقا مع أشخاص آخرين، ولا ندري هل سيتم فضح هذه الحقائق أم سيتم التكتم عليها. طيب طبعا تابعتي كما تابع الكثير طبعا الاعترافات، والتي سألت أحد أقارب المجني عليه، يعني كيف تقيمين هذه الاعترافات؟ السؤال مش واضح الصوت. أقول كيف تقيمين الاعترافات التي ظهرت البارحة؟ الاعترافات التي تم تسجيلها وبثها اعترافات عادية، نحن جميعا شاهدنا أنه ضرب، ونعلم أن هؤلاء الأشخاص هم من قاموا بضربه. يعني هذه الاعترافات لا تفيدنا بشيء، لم تقل ما هو السبب الحقيقي وراء قتله. نحن نريد أن نعلم ما هو السبب الحقيقي وراء قتل عبد الله الأغبري. هل هو فعلا كما يقولون قضية سرقة جوالات، رغم أن هذا بعيد جدا، هذا الاحتمال بعيد جدا أيضا،
لأنه لا يمكن أن أقتل شخص بمجرد سرقة أمامي القضاء، أمام الشرطة بإمكاني أن أسلمه، لكن أن أقتله بسبب سرقة جوالات هذا الأمر غير صحيح. كذلك محل الجوالات يبدو أنه مراقب بالكاميرات، فإذا كان حدث عملية سرقة سهل إثباته عليه، يعني سهل أن أثبت على عبد الله الغبري أنه قام بالسرقة، سهل جدا يعني طالما توجد كاميرات مراقبة. وحتى وإن قام بالسرقة وهي بعيدة كما تتحدثين أنت، من خولهم بالتعذيب بهذا الشكل طالما وأن هناك يعني مراكز أو محاكم ونيابات وغيرها وأقسام تقوم أو تعنى بمثل هذه القضايا؟ أستاذ أرواد عيني أرحب بالسيد باسم الحاج، مرحبا بك. أستاذ باسم هل تسمعني؟ نعم. 6 ساعات يعني من الضرب المبرح لهذا الشخص وستة أيام فقط عمل مع هذه العصابة كما وصفت، يعني ستة أيام، كيف أهلت هؤلاء الأشخاص أن يحملوا كل هذا الحقد على هذا الشخص؟ أولاً عزيزي للأسف لم أكن أطلع على تفاصيل الجريمة والتي ترتب موت الشاب تحت التعذيب. نعم. سأعود إليك أستاذ باسم، أكمل معك يا أستاذ أروى، يعني هل تذهبين أيضا مع هذه التوقعات وأيضا وصرح أحمد أحد أقارب المجني عليه بأن هذه الغرف وهذه المحلات تعمل لابتزاز الفتيات وتصويرهن ونشر بعض الصور أو شيء من هذا القبيل؟ لا يستبعد ذلك، خصوصا أن المحل كما يبدو تحدث فيه أمور غريبة، يبدو أن عبد الله الأغبري اكتشف بعض الأشياء المخلة، لذلك انتقموا منه. المكان غريب جدا، يعني غرفة صغيرة دون نوافذ في طرف المحل، يبدو أنها تستخدم لأشياء غير صحيحة، لأشياء مخلة، وجود طرقات مراقبة يبدو أنها شغالة على طوال الوقت، يبدو أنها تحدث ابتزاز فيها أيضا. ما يتم نشره الآن من رسائل ومن صور ان هناك فتيات، لا نعلم اذا كانت تلك الصور صحيحه او صحيحه، لكن ما يحدث يجعلنا نشك ان ذلك المكان كان يحدث ابتزاز لفتيات وجرائم شرف. طيب التصوير في هذه الغرفه التي تتحدثين عنها لا يوجد لها منافذ ولا يوجد داعي طبعا لوجود مثل هذه الكاميرا، والتعذيب بهذا الشكل امام الكاميرا، هل هو اثبات يعني التعذيب لجهه اكبر من هؤلاء الاشخاص؟ من الواضح أن هناك شبكة ممتدة إلى أشخاص أعلى وأعلى، خصوصا أن جريمة القتل حصلت في تاريخ 26 أغسطس، لكن الكشف عنها تم فيما بعد أن تم تسريب الفيديو، لم يتم القول بأن الجريمة حدثت في ذلك الوقت. لماذا لم يتم البحث والتحري في تاريخ 26 أغسطس؟ النقطة الأخرى، لماذا تم نقل الجثة أو لماذا ذهبوا إلى مستشفى يوني ماسك؟ طبعا من شارع القيادة إلى جولة الجمنة في شارع المطار لديك عشرات المستشفيات على امتداد الشارع، فلماذا اختاروا ذلك المستشفى بالذات؟ لماذا يوني ماسك بالذات؟ هذا المستشفى عليه علامة استفهام، يعني من خلال ما نقرأه من منشورات وما نتابعه أن هذا المستشفى عليه علامة استفهام، أن هناك تجارة أعضاء وما غيره، لا نعلم الحقيقة. ولكن المستشفى أيضا يعني نفى مثل هذه الأشياء، حتى أقارب الشهيد يعني نفوا أن يكون صلة للمستشفى بمثل هذه الأشياء، ونفى في الوقت ذاته أن يكون قد أصدر تقرير انتحار كما زعم هؤلاء. رائع جدا، إذا كان هناك نفي من المستشفى فهذا رائع، يعني تصرف سليم، لأننا نستغرب كيف تم إصدار تقرير وكيف حدثت وكيف قيل أنه انتحار، والواضح أنه ليس انتحار. الشاب عبد الله الأغبري عدد بطريقة بشعة. طيب يعني أستاذ أروى، بعد أن أصبحت هذه القضية قضية رأي عام، برأيك كيف ستسير القضية؟
إذا تم الضغط باتجاه القصاص وهذا ما نرجوه، نرجو أن يتم القصاص، لا نريد فقط العدالة، ليست مطلبنا العدالة فقط، لأن هناك كما يبدو أمور مخفية، فنطالب بالقصاص. ما حدث لعبد الله أمر لا نريد أن نراه مجددا أو أن يتكرر مع أحد الأشخاص. نتمنى أن يتم الضغط الشعبي بقوة. اليوم خروج المظاهرات بقوة في صنعاء في شارع القيادة بالذات الذي توجد فيه محلات السباعي، يعني خروج الناس إلى ذلك المكان إلى الشارع القيادة المتواجد فيه محلات السباعي، هذا رد فعل قوي من الناس وتحرك قوي باتجاه المطالبة بالعدالة وبالقصاص. أقصد أيضا نطالب جميعا بالقصاص ونطالب بالكشف عما حدث، يعني إلى الآن القضية مبهمة وغامضة. نعم، أرحب بمراد الغاراتي، أستاذ مراد الغاراتي رئيس مؤسسة تمكين للحقوق والحريات. سيد مراد مرحبا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك. يعني هذه القضية بكل تفاصيلها وبعد أن أصبحت قضية رأي عام، برأيك هل ستجر هذه القضية قضايا أكبر من ذلك؟ نعم، أولا هذه القضية دعني أشير إلى أنها خرجت عن القيم المجتمعية والأخلاقية والإنسانية، وتشير إلى أبعاد مختلفة تتعلق بمسألة ارتكاب الجريمة المنظمة، وهذه لا بد لها أن تفتح كثير من الملفات، أو يجب إعادة النظر في كثير من الأمور، ومنها مسألة المجرمين أو مكافحة الجريمة وضبط المجرمين المعنيين بالجريمة المنظمة. الشيء الآخر يتعلق بالمشافي والأطباء ودورها في منح التقارير أو التغطية على تلك الجرائم. الشيء الثالث يتعلق بالمحلات التجارية وخصوصا محلات الموبايلات والتلفونات، وهي هل هو أصبح يشكل خطورة على المجتمع. مسألة خروج الناس إلى الشارع و التعامل أو الاحتكاك مع المجتمع المحيط، هل أيضا أصبح يشكل خطورة على المجتمع؟ هذه تتحول المسألة فيها إلى ظاهرة مجتمعية ينبغي التعامل معها بحذر وبكل دقة والتحقيق في كل الظواهر الاجتماعية المخالفة للقانون والمخلة بالقيم المجتمعية. فيما يتعلق بهذه الجريمة تحديدا لابد، طبعا تحولت إلى رأي عام وبسرعة مذهلة بمجرد انكشاف الجريمة عبر التسجيل الفيديو، وبالتالي لابد من أن يتم الاقتصاص وفقا للقانون، وأن يتم التعامل مع هذه القضية كقضية رأي عام وليست قضية شخص. هناك يعني من يريد أن يتعامل مع هذه القضية كقضية بنائية فردية ليس لها. طيب أستاذ مراد، بكل هذه المعطيات يعني بكل هذه الأدلة والدلائل التي نشرت عبر فيديو وبكل هذه الضجة من قبل الناس، يعني هذه الأدلة المتاحة لدى المحكمة، ماذا تبقى لديها حتى تقوم بإصدار القصاص بمثل هؤلاء؟ وبالطبع من الضروري الاستعجال في البث في القضية والحكم بالقصاص، ولكن بالطبع بموجب القانون يفترض أن تستكمل التحقيقات بشكل كامل مع وجود هذه الأدلة، وتوثق وتقدم كملف كامل إلى المحكمة، وينبغي هناك عند المحكمة أو في المحكمة أن تقوم بالبث فيها بشكل عادل بموجب هذه الأدلة. لكن القانون يتطلب إجراءات استكمال التحقيقات بشكل كامل مع كافة المتهمين وكل ملابسات القضية. نحن لا نريد حتى في موضوع الاستعجال في القضية أن يتم البث في موضوع عبد الله الأغبري، لابد أن تنكشف كل الملابسات والحيثيات والأسباب وما وراء هذه الجريمة من جرائم أخرى، وما وراء هؤلاء الأشخاص الذين قتلوا عبد الله الأغبري، ما وراءهم من جرائم أخرى ارتكبوها، ما وراءهم من جريمة منظمة، من شبكات، من أنشطة إجرامية أو أنشطة تخل بالمجتمع وتخل القانون. هنا الجريمة تقع على الجميع ولا تقع على شخص واحد اسمه عبد الله الأغبري. نعم، هذا ما ظهر يعني أستاذ مراد، هذا ما ظهر للناس وهذا ما وثقته هذه الكاميرا، يعني هناك قضايا أكبر، خصوصا أننا رأينا أستاذ مراد إذا سمحت لي بأن مجموعة من الأشخاص البارحة قاموا بنشر صور بعض البنات يعني لابتزازهن. نعم، يعني كما قلت الجريمة وراءها أشياء أخرى، لابد أن تثبت هذه الأشياء، لابد أن تستكمل التحقيقات بشكل كامل ما وراء هذه الجريمة. لا نريد أن نحول
هي بالفعل اصبحت قضيه مجتمعيه، لكن لا نريد ان نحولها الى مساله تار كانها جريمه حدثت في الشارع، واحد قتل برصاصه او واحد قتل بطعنه جلديه او بطعنه سكين وانتهى الموضوع، ونروح ندفع ديه او نصلهم بوصله قبليه وانتهى الموضوع. هنا لا، هنا هذه قضيه كما قلت منظمه وينبغي البحث في كل تفاصيلها وابعادها. هذه الصور التي ظهرت يعني كاميرات كما تحدثوا ضيوفك السابقين عن موضوع الكاميرات الموجوده داخل المحل والموجوده داخل هذه الغرفه تثبت بان هناك اشياء لابد ان تكشف من قبل الجهات الامنيه المعنيه بهذه القضيه وقضايا الجريمه المنظمه. طيب استاذ مراد، يعني في الاخير يعني رسالة قد يوجهها مثلا مجموعة من الحقوقيين وأيضا الإعلاميين لمجموعة من الناس، لا ندري هل هم طبعا متحمسين لمثل هذه القضية كما يتحمس الكثير، وبعض التلميح لمحاولة حرق هذه المحلات وما يترتب على ذلك إن حرقت يعني من إخفاء بعض الدلائل، يعني كيف يمكن يعني توعية الناس بعدم الإنجرار نحو مثل هذه الدعوات؟ نعم، لابد يعني لابد اولا من التوقف عن نشر كل الشائعات التي يمكن ان تنشر من اجل تلميع القضيه. لابد على المحامين، على فريق المحامين، ان يعقد مؤتمرات صحفيه مع المعني بهذه القضيه ليوضح كل ملابسات هذه القضيه وابعاده. لابد على الناس ايضا ان يتابعوا من مصادر المعلومات الصحيحه. نحن نعيش في ظل لا دوله كما هو معروف في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي، وبالتالي الجريمة المنظمة تنتشر. ولكن طالما هناك شعب حي وطالما هناك ضمير حي الذي نشر مثل هذا الفيديو، طالما أن هناك نقابة محامين ومحامين تطوعوا للعمل بهذا الموضوع، معناه أن هناك أطراف أخرى ما زالت تعمل وما زالت فاعلة في المجتمع، وهي يقع على عاتقها المسؤولية كما يقع على عاتقنا المسؤولية بنشر هذه المعلومات الصحيحة. وطالما هناك ضغط أستاذ مراد والجميع، هناك ضغط و تحرك شعبي ومظاهرات تضغط على الجميع يعني بإظهار الحقائق طبعا والقصاص الذي وصف في القرآن بأنه حياة إذا طبق على الأرض ستكون هناك عدالة. إذن أشكرك جزيل الشكر سيد مراد الغاراتي رئيس مؤسسة تمكين للحقوق والحريات، وأشكر الأستاذة أروى شميري الحقوقية، وأشكركم مشاهدينا الأكارم، وأتمنى ألا يريكم الله مكروه في قريب أو حبيب. شكرا جزيلا لكم.